قبل ممارسة التمارين طبعا لا يوجد فائدة. مشروبات الطاقة بس بتكون يعني في أوقات خمول للشخص مش قبل ما يمارس الرياضة، وهي كليا أصلا مش مفيدة، كليا كمشروبات طاقة نفسها مش مفيدة. يعني بتعطيك شعور إنه في طاقة عندك، يعني في باور إنه تقدر إنه تمرين أو شغل أو أي شيء يعني تاني. نعم، أنا بصراحة ما شربت مشروبات طاقة من قبل يعني، لكن ما بحبذ أنه أشرب مشروبات طاقة إطلاقا يعني، سواء كان حسب ما بيطلع بالإعلانات فيه إلها فائدة أو ما إلها فائدة، ما بحبذ هالشي يعني، لأنه راح ممكن تعطي شيء للجسم يكون على المدى البعيد غير مفيد، وبالتالي تركها أفضل من استخدامها يعني أو تعود عليه. هلا مش دائما، في حسب الواحد ايش بيكون ماكل. اذا كان ماكل منيح لانه مش راح يتمده بالطاقه والبروتينات وهي الشغلات بدل الاكل، بس انه هي على الاغلب لانه هي بتسرع في نبضات القلب. انا برايي في فايده، بس لا انه ما تصير ادمان لدى الشخص انه ياخذها باستمرار. هي فايدتها مثلا ممكن تكون يعني تعبان شوي تاخذها فترة ساعة ساعتين يعني، بس انه بتنشطك شوي. انا جربتها شخصيا يعني بتنشط، ممكن تنشط الذهن شوي انه تكون نعسان تصحيك بس هيك. الخرافة بتقول انه الرياضيين بيستخدموا مشروبات الطاقة لزيادة جهدهم وانتاجهم داخل الملعب او خلال التمارين الرياضية اللي بيعملوها، بس المعلومة الصحيحة هي انه مش لازم نتناول مشروبات الطاقة قبل ممارسة الرياضة، لانها ما بتساعد على زيادة المجهود وبتسبب حموضة للاعب اثناء اللعب وبتزيد دقات القلب